أهلا بكم معنا مشاهدينا الكرام إلى نشرتي المسائية نقدمها لكم من قناة تيليماروك، ونستهلها بأبرز العناوين. تسجيل 1517 حالة إصابة بفيروس كورونا في المغرب. الترخيص ل 18 مختبرا خاصا لإجراء كشوفات كورونا وتقليص مدة ظهور النتائج إلى 24 ساعة. الحزب الحاكم في اليابان ينتخب يوشي هيدي سوغا رئيسا خلفا لشينزو آبي. أهلا بكم. أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة اليوم الاثنين على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالمدينة المشتبه به الرئيسي في جناية القتل العمد المقرون بهتك عرض قاصر بعد انصرام آجال الحراسة النظرية وانتهاء إجراءات البحث التمهيدي. ويتابع المتهم الذي ألقي القبض عليه ليلة الجمعة الماضي في حالة اعتقال بجناية هتك عرض قاصر باستعمال العنف مقرونة جناية القتل العمد مع سبق الإصرار وإخفاء الجثة على صلة بالقضية. يتابع في حالة اعتقال أيضا ثلاثة أشخاص يقطنون برفقة الجاني بالشقة للاشتباه في عدم تبليغهم عن المتهم الرئيسي في القضية بعد نشر صوره رفقة الضحية على نطاق واسع ضمن إجراءات البحث. وقد أحال الوكيل العام لمحكمة الاستئناف المشتبه فيهم على غرفة التحقيق الأولى بنفس المحكمة من أجل استكمال البحث في ملف القضية. كشفت وزارة الصحة اليوم الاثنين تسجيل 1517 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 88203 حالات في المغرب. وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 38 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 1614 حالة، وتم التأكد من 1442 حالة شفاء إضافية، لترتفع الحصيلة الإجمالية لحالات التعافي إلى 68970 حالة. أكدت المختبرات الخاصة شروعها في إجراءات اختبارات الكشف عن فيروس كورونا لغير المسافرين، معلنة تقليصها مدة ظهور النتائج لتصل إلى 24 ساعة. يأتي هذا بعد مرور دورية معممة من وزارة الصحة الجمعة الماضي تدعو إلى توسيع دائرة الراغبين في إجراء الفحوصات لتشمل الراغبين في السفر أو الحالات المحتمل إصابتها. هند الصادقي والمزيد. بعد دورية وزارة الصحة المعممة نهاية الأسبوع الماضي بخصوص تحاليل فيروس كورونا في المختبرات الخاصة، هذه المختبرات تعلن شروعها في إجراء اختبارات الكشف عن كورونا لغير المسافرين وتقليص مدة ظهور نتائجها إلى 24 ساعة. يأتي هذا بعد دورية معممة من وزارة الصحة الجمعة الماضي تدعو إلى توسيع دائرة الراغبين في إجراء الفحوصات لتشمل الراغبين في السفر أو الحالات المحتمل إصابتها والطلبة وموظفي القطاع الخاص والإدارات العمومية وتقليص زمن ظهور النتائج. وستحصل المختبرات الخاصة على رخصة من وزارة الصحة بعد توقيعها على دفتر تحملات خاص بهذه العملية. ورخصت وزارة الصحة ل 18 مختبرا خاصا لإجراء تحاليل كورونا، وحثت على إصدار النتائج في ظرف 24 ساعة. الوزارة أعدت بهذا الخصوص دفتر تحملات جديد بشروط ومواصفات من اللازم توفرها في المختبرات الراغبة في توفير هذه الخدمة، كتحديد مسارات خاصة بالمرضى المحتمل إصابتهم بالفيروس لفصلهم عن باقي المرضى، وضمان عدم مخالطة بعضهم البعض، وهو الأمر الذي ينطبق على الفضاء المخصص لتسلم العينات وكذا تدبير النفايات. قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في كلمة بمناسبة إطلاق حزب العدالة والتنمية حملة تحسيسية للوقاية من فيروس كورونا مساء أمس إن محاربة فيروس كورونا أمر مؤلم وفيه صعوبات، وهناك أنشطة اقتصادية واجتماعية تضررت وحرية التنقل للمواطنين تنقص، وهذا في العالم كله، ولكن ليس هناك من وسيلة أخرى. سلمى غزالي.
في ظل الارتفاع الكبير الذي يشهده المغرب في وتيرة انتشار كورونا والقرارات الحكومية المصاحبة لذلك من تشديد للإجراءات الاحترازية وإغلاق لعدد من المدن والأحياء والشواطئ، العثماني يدعو المغاربة إلى الأخذ بعين الاعتبار أن الإجراءات المتخذة تمليها ضرورة التصدي للجائحة، موضحا أن المناطق التي وضعت فيها إجراءات احترازية من إغلاق أحياء أو مؤسسات أو منع أنشطة تم تسجيل تراجع وفياتها وحالتها الحرجة. العثماني وفي كلمته خلال جلسة إطلاق الحملة الوطنية التحسيسية بالمسؤولية الجماعية في الحد من انتشار كورونا، دافع عن قرارات السلطات المحلية بإغلاق مؤسسات أو أحياء لمحاصرة فيروس كورونا المستجد. العثماني قال بالمقابل إنه يدرك مدى معاناة المواطنين مع الإجراءات المتخذة في إطار ذلك وما يترتب عنها من صعوبات في سير الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية وتقييد حركة التنقل، وبأنه أمر مؤلم وفيه صعوبات، ولكن ليس هناك وسيلة أخرى على حد تعبير العثماني. نفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العالي يوم الأحد نفيا قاطعا أن تكون قد قررت تأجيل الامتحان الجهوي الموحد للسنة أولى بكالوريا. وأوضحت الوزارة في بيان حقيقة على إثر تداول بلاغ مفبرك منسوب لها تم إدراج فقرة من ضمنه بخصوص تأجيل الامتحان الجهوي الموحد للسنة أولى بكالوريا أنها تنفي نفيا قاطعا أن تكون قد أصدرت هذا البلاغ أو أن تكون قد قررت تأجيل هذا الامتحان إلى وقت لاحق. وذكرت الوزارة أن الامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى بكالوريا سينظم وفق البرمجة المعلن عنها سابقا، وذلك أيام الفاتح والثاني والثالث أكتوبر المقبل شريطة تحسن الوضعية الوبائية بالبلاد. كما دعت الجميع إلى توخي الحيطة والحذر والتأكد من صحة الأخبار من مصادرها الرسمية قبل تداولها. طالب المنتدى المغربي للحق في التربية والتعليم حكومة سعد الدين العثماني بتأمين أوساط التعليم عن بعد، وذلك بتشريع فترة الانترنت وتطهير فضائه من الألعاب الإلكترونية الخطيرة التي قد تسبب أضرارا على صحة وسلامة الأطفال. التقرير لفاطم زهرة دورات. دعت فعاليات مدنية حكومة سعد الدين العثماني إلى تأمين أوساط التعليم عن بعد عبر تشريع فلترة الإنترنت وتطهير فضائه من الألعاب الإلكترونية الخطيرة، مشيرة إلى وخامة عواقب مشاهدة الأطفال لبعض المواقع الإلكترونية وتأثيرها على نضجهم العقلي والعاطفي. وأكد المنتدى المغربي للحق في التربية والتعليم في بلاغ لها على ضرورة تحميل الشركات المزودة لخدمة الإنترنت جزءا من المسؤولية الجنائية في توزيع المحتويات غير المشروعة والتي قد تسبب ضررا على صحة وسلامة الأطفال. من جهة أخرى، لفت المنتدى الانتباه إلى أن نسبة مهمة من الأمهات والآباء لا تتقن التعامل مع الهواتف الذكية وغير قادرة على ملازمة أبنائها لمراقبتهم أثناء تعلمهم عن بعد، مسجلا حرمان فئة عريضة من الأطفال المغاربة من الدراسة خلال فترة الحجر الصحي. وشدد المنتدى ذاته على أن إنجاح التواصل المطلوب في العملية التعليمية عن بعد يستدعي تكوينا تقنيا وبيداغوجيا للأستاذ باعتباره مرسلا وللتلميذ باعتباره مرسلا إليها، وكذلك رقمنة علمية للمحتويات والبرامج التعليمية باعتبارها موضوع التواصل والتعليم والتعلم عن بعد. طالبت نقابة الاتحاد الوطني للشغل الحكومة بتسريع عملية تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية وفق التوجيهات الملكية في خطاب العرش الأخير، منبهة من استغلال أزمة جائحة كورونا وللإجهاز على حقوق العمال. هند الصادقي. حذرت نقابة الاتحاد الوطني للشغل من استغلال الأزمة المتعلقة بجائحة كورونا في إجراء تسريحات غير قانونية تمس بحقوق العمال،
وأكدت النقابة ضرورة الإنصات لممثلي التنظيمات النقابية داخل اللجان التي تتخذ القرارات التي يسهم بعضها في تعميق الاحتقان على حد تعبير النقابة، التي طالبت من جهة أخرى الحكومة بتسريع عملية تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية تنفيذا للتوجيهات الملكية في خطاب العرش الأخير، وإشراك النقابات في استكمال ورش التغطية الصحية للمهنيين المستقلين. نقابة اتحاد الشغل طالبت الحكومة من خلال بلاغ لها بالاستمرار في تقديم الدعم المباشر للقطاعات المتضررة من الجائحة على أساس توجيهه للأجراء، مع تفعيل آليات التتبع والمراقبة في هذا الإطار، داعية من جهة أخرى إلى حماية القطاعات التي تم توقيف أنشطتها منذ مارس الماضي دون مواكبتها وفق النقابة، كقطاع النقل الطرقي للمسافرين والقاعات الرياضية ومموني الحفلات ومستخدمي التعليم الخصوصي من عاملي النظافة وسائقين ومرافقين وإداريين. يأتي هذا بعد أيام من تأكيد الاتحاد المغربي للشغل على لسان أمينه العام عدم فتح الحكومة أي مشاورات مع الفرقاء الاجتماعيين حول منظومة التغطية الاجتماعية، رغم مرور أسابيع على خطاب الملك الذي تطرق لهذا الملف ذي الأولوية الكبيرة. أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأنه من المرتقب أن تهم زخات رعدية محليا قوية اليوم الاثنين عددا من عمالات وأقاليم المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة جوية خاصة من المستوى البرتقالي أن هذه الزخات ستهم ما بين الساعة الواحدة بعد الزوال والعاشرة ليلا عمالات وأقاليم الحسيمة، أزيلال، بولمان، الدريوش، الراشدية، فيجيج، قرسيف، إفران، جرادة، ميدلت، ووجد، أنجاد، صفرو، وتاوريرت، تازا، وتنغير. وأضافت أن هذه الزخات ستكون مصحوبة بالبرد أو هبات رياح. فاز يوشيهيدي سوغا في الانتخابات الداخلية للحزب الليبرالي الديمقراطي الاثنين بأغلبية ساحقة لتولي رئاسة الحزب الحاكم في اليابان خلفا لشينزو آبي الذي استقال لأسباب صحية، ما يفتح له الطريق لشغل منصب رئيس الوزراء. وكان سوغا حصل على دعم التيارات الرئيسية داخل الحزب الحاكم التي اعتبرت ترشيحه رمزا لاستقرار واستمرارية سياسة آبي. وقال سوغا: مع هذه الأزمة الوطنية لفيروس كورونا لا يمكننا أن نسمح لأنفسنا بفراغ سياسي، مؤكدا ضرورة إنجاح ما بدأ رئيس الوزراء آبي تطبيقه، وهذه مهمتي. نهاية المسائية تذكير بأبرز ما جاء فيها: تسجيل 1517 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، الترخيص ل 18 مختبرا خاصا لإجراء كشوفات كورونا وتقليص مدة ظهور النتائج إلى 24 ساعة، الحزب الحاكم في اليابان ينتخب يوشيهيدي سوغا رئيسا له خلفا لتشيزو أبي. دمتم سالمين في أمان الله.